السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير يا قروب الصيادين. صراحة أبو أحمد اعتذر، قال لي أبواش ما تكفي ولازم قلنا نروح على رجولنا، فشوفوا على رجولنا كيف. شوفوا نطوى أبو أحمد، ها نزلها 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 يا ها. شوف أبو أحمد كيف هذا نطوي، والله على رجله، والله على رجله، ولا مسدس ولا صيد ولا شيء ولا بندق. امر بلال هذه ها عشان اثبت لكم هذه، وعلى رجوله هذا البحر ها. ما شاء الله تبارك الله، مع واحده يمكن تسوالها 100 وزين، وهذه كم؟ وهذه 50 50 ذيك اللي هناك، وهذه 70 هذه 70 70 ما شاء الله تبارك الله. هذا نطوي ابو حسين، وهذا نطوي مشطب جاهز. عاد انا ودنا نوريكم لكن ماشي ما يمدينا، لكن ان شاء الله صوروا في البيت ونرسلوا لكم.